وإيه معنى فراغ محدد؟ ده المسألة كانت أكتر من كده. نظرة أينشتاين إلى الحركة كانت نظرة جديدة خالص. يعني فهمنا منها لأول مرة إن ما فيش حاجة اسمها مكان وزمان، إنما الاتنين مع بعض بيألفهم حاجة اسمها الزمكان أو شيء واحد، الزمان والمكان، وإن الحركة هي انتقال نقطة في المكان وفي الزمان في نفس الوقت. في كل لحظة الحركة يعني انتقال نقطة في المكان وفي الزمان. عشان افهمكم نضرب مثل كاريكاتوري وغريب شويه اتكلم عنه اينشتاين. بيقول لك لو فرض ان جسم طلع بسرعه هائله اكبر من سرعه الضوء، مسافر غادر الارض بسرعه هائله اكتر من سرعه الضوء، تكون النتيجه انه مش بس هيسافر في المكان ده، بيسافر في الزمان، لانه قال لك المكان والزمان حاجه واحده. فاذا هذا الشخص هيسافر في المكان والزمان، فاذا مشي بسرعه اكبر من سرعه الضوء هيخترق الزمان. يخترق الزمان يعني ايه؟ يعني يسافر لبكره، بينما لسه اخوه على الارض عايش في النهارده. ومن هنا اذا امكن لمسافر انه يترك الارض بسرعه اكبر من سرعه الضوء وقعد يتجول بين النجوم، ممكن يعمل هذه الرحله ويرجع يلاقي اخوه سنه 100 سنه، اخوه شقيقه، اخوه التوأم اللي مولود معاه، يلاقيه سنه 100 سنه بينما هو سنه لسه 20 سنه. الله، دي حاجات لخبطت الدنيا خالص. وابتدت علوم الكتاب الساينس فيكشن وكتاب الادب، كتاب الادب العلمي يكتبوا روايات عجيبه عن شخص سافر ورجع فاتضح ان الاب اصغر من ابنه. ليه؟ ما دي كلها مبنيه على حاجه واحده، كلها مبنيه على نظريه الحركه وفكره الزمان والمكان عند اينشتاين. يعني فكره الزمان والمكان في الرياضه التقليديه ان هم حاجتين، هو قال لك لا ده حاجة واحدة، ثم الحركة هي انتقال نقطة في المكان والزمان في نفس الوقت، فإذا انتقلت هذه النقطة بسرعة عالية جدا بتكون النتيجة إن الإنسان بيسافر في المكان والزمان. إذا تجاوزت السرعة سرعة الضوء بنخرق حاجز الزمان والإنسان يسافر فيوصل بكرة قبل ما يجي بكرة على الأرض، يكون هو وصل وهو. فكل ما تزيد السرعة يحصل سفر في المستقبل، فتبص تلاقيه بيعيش سنين لقدام، سنين لقدام، بينما زميله يرجع بعد الرحلة دي يرجع الأرض، فإذا بيه سنه لسه 21 سنة وأخوه التوأم وصل إلى سن 100 سنة، وتبص تلاقي الأب أصغر من ابنه، وتبص تلاقي الأجيال. يعني عمليات غريبة جدا، كل دي منطلقة من نقطة في نظرية النسبية بيقول فيها إن كل نظام زمني هي نتيجة نظام حركي. بمعنى إيه؟ إن مش ممكن فيه تزامن إلا على الأرض. يعني بنقدر في جداول الطيران نقول لك في فرق توقيت بين مكة ومصر كذا، فرق توقيت بين القاهرة وبرلين كذا، بين برلين وستوكهولم كذا، بحيث لما تبقى الساعة في ستوكهولم كذا بتبقى في برلين فرق ساعتين أو فرق، ده بيسموه التزامن أو فرق التوقيت. ده ممكن يحصل في البلاد اللي موجودة داخلة في نظام حركي واحد اللي هو الأرض. انما افرض ان انا رحت سافرت سبت المجموعه الشمسيه كلها ورحت في النظام الشعر اليمني، سكنت هناك، هل ممكن يتعامل تزامن وفرق توقيت؟ قال لك اينشتاين لا يمكن، لان انا سبت نظام الحركه بتاعي كله ودخلت في نظام حركه تاني، فانا خرجت من الزمن وخرقت حاجز الزمن خالص ودخلت في زمن تاني ونظام زمني تاني، لان كل نظام حركي له تقويم زمني خاص بيه، بحيث ان مش ممكن يتزامن النظم المختلفة. وزي المثل اللي ضربناه ان انا لم بسرعة اكبر من سرعة الضوء ممكن اخرق الزمن واخش جوه المستقبل وارجع، فاذا بي سني 20 سنة واخويا التوأم سنه 100 سنة، نتيجة ان احنا خلاص كل واحد دخل في نظام تاني مختلف تماما، نظام زمني مختلف. فالمسألة كانت خطيرة جدا. في الحاجات اللي جابها اينشتاين كلها كانت مسائل يعني عملت انقلاب في نظرتنا للحركه، للزمان والمكان، لطبيعه الماده والطاقه. ثم مساله الجسيمات، مساله الجسيمات زي ما قلت لكم فتحت باب تاني برضو، باب كبير جدا، لان احنا كنا بنتصور كل اللي نعرفه عن الجسيمات في الذره هي ان في الكترون سالب وبروتون موجب وفي نيوترون متعادل الشحنه. طبعا بعد اللي عمله اينشتاين واثاره في مساله جسيمات الضوء او الفوتونات وازاي الضوء بيتصرف كماده في نفس الوقت وبيتصرف كطاقه في نفس الوقت، وحسب وجهه النظر اللي بترصده منها ممكن تلاقيه مره ماده ومره طاقه، لانه بيقع في الخط الفاصل بين الماده والطاقه.
ابتدى الناس تهتم جدا بحكاية الجسيمات، وابتدت تفحص في الذرة تاني وتنقب، والمفاعلات الذرية اللي بنشوفها ونقرأ عنها وظيفتها بالدرجة التانية ايه البحث في الجسيمات. فاكتشفوا ان الذرة ده فيها جسيمات بالعشرين تلاتين جسيم ما كناش سامعين عنها، مش حكاية الكترون وبروتون. اكتشفوا حاجات ايش اسمها ميزون وهيبرون ونيوترينوس ومش عارف كوارك، عشرين تلاتين فتفوتة وجسيمات تولد وتموت وعمرها كله ما يزيدش عن واحد من المليون من الثانية. هذه الجسيمات أكن الأعمار في العالم تتفاوت لدرجة أن الشمس عمرها 10,000,000,000 سنة، الإنسان عمره 100 سنة، الجسيم في الذرة عمره 1 على مليون من اللحظة. للدرجة دي تتفاوت الأعمار. لما بنقرأ في القرآن الله سبحانه وتعالى بيقول عن ذاته العلية كل يوم هو في شأن، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يبقى في جميع مع الأيام بتاع كل المخلوقات دي كلها. اتضح إن كل مخلوق له زمن خاص بيه وعمر خاص بيه. الأعمار متفاوتة من 10,000,000,000 سنة ل100 سنة في الإنسان، ل1 على مليون لحظة في الجسيم. فقد كده بتتفاوت الأعمار، ومع كده ربنا مع الكل. كل يوم هو في الشأن، سواء كان اليوم بتاعي أو اليوم بتاع الـ 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 الشمس أو اليوم بتاع الجسيم اللي في الذرة. والأيام تختلف. طب أنا ما هو يوم الأرض 24 ساعة ويوم القمر بشهر ويوم في مش عارف كل حسب دوران حوالين الشمس، توقيت يختلف من يوم ليوم كل، لدرجة أننا شفنا في اختلاف الأعمار إزاي بتتفاوت المسائل. فكون إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا مع الكل ولا يحجبني شأن عن شأن، دي 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 أحد الحاجات برضو بنفهمها دلوقتي، إن دي أعلى درجة من درجات الإعجاز العقلي. يلف إزاي ربنا يبقى مع الكل في نفس الوقت لا يحجبه شأن عن شأن، وفي عناية بجميع مخلوقاته بدءا من الشمس اللي زمنها 10,000,000,000 سنة، أو الإنسان اللي عمره 100 سنة، أو الجسيم اللي في الذرة اللي عمره 1